بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلب للتعليم المفتوح الفرقة الأولى المستوى الأول لمادة أصول المحاسبة ونظم المعلومات. صباح مشرق بغض أفضل إن شاء الله. الملف رقم 1 يتناول تذكير المصروفات، حيث أنه في المحاضرة السابقة في الكلية تم التعرف على كيفية المعالجة المحاسبية لحسابات الأصول، وفي هذا الملف يتم التعرف على كيفية المعالجة المحاسبية لحسابات المصروفات. فلتذكير المصروفات يجب الأخذ في الاعتبار نوعين من القيود. القيد الأولاني عند استحقاق المصروف، أي عند سداده أو عند استحقاق سداده. يتم فتح حساب مشتريات البضاعة إذا كان المصروف لشراء البضاعة، أو حساب مصروف كذا أجور إيجار نور مية حسب النوع. ودائما المصروفات مدينة، وتظل دائما أبدا مدينة حتى نهاية السنة نقل في حساب ملخص قائمة الدخل. ولذلك عند كتابة القيد في الطرف المدين من حساب مشتريات البضاعة في حالة شراء البضاعة، أو من حساب مصروف حسب نوعه، إذا هناك ثلاث احتمالات للاستحقاق: أن يتم السداد النقدي الآن، أو السداد بشيك. ففي حالة النقدية يبقى إلى حساب النقدية، لو كان ذهب بشيك يبقى إلى البنك، أو أن يتم السداد على الحساب أو في الأجل. في هذه الحالة لو كان الشراء بضاعة يفتح حساب للموردين المختصين بتوريد هذه البضاعة، أو حساب الدائنين لأي مصروف آخر خلاف عملية شراء البضاعة، يبقى أو إلى حساب الموردين أو الدائنين. إنما لو كان السداد بكمبيالة يفتح حساب يطلق عليه ورق الدفع ويمثل كمبيالة على المنشأة تستحق السداد في المستقبل. وعلى هذا يتمثل قيد الاستحقاق من حساب مشتريات البضاعة أو من حساب المصروف حسب النوع إلى النقدية أو إلى البنك أو إلى الموردين أو إلى الدائنين أو إلى أوراق الدفع حسب نوع السداد. بالنسبة للموردين أو الدائنين أو أوراق الدفع، فيتم السداد في فترة لاحقة، فعند السداد يتم إقفال هذه الحسابات. فالموردين أو الدائنين أو أوراق الدفع في الجانب الثاني يتم سداد مستحقاتهم تقفل تبقى مدينة، فمن الموردين أو الدائنين أو من أوراق الدفع إلى النقدية لو كان السداد نقدا أو بشيء. وبالتالي لتسجيل المصروفات يجب الأخذ في الاعتبار أن يتم قيد استحقاق فقط أو قيد سداد أو كليهما. مثال على المصروفات: تمت العمليات التالية في شركة الحافظ خلال شهر يونيو 2015. في 1/7 تم شراء بضاعة من منشأة الإمام بمبلغ 10,000 جنيه بخصم تجاري 2%. بالنسبة للقيد لا توجد مشاكل، ده شراء بضاعة، يبقى القيد المدين من حساب مشتريات البضاعة. إذا لم يتم السداد أي على الحساب، فإلى الموردين شركة الإيمان، وبالتالي كقيد يومية من المشتريات للموردين. المشكلة في هذه الحالة المبلغ الذي تسجل في عقد الشراء، ذكر في التمرين شراء بخصم تجاري 2%. ماذا يعني هذا الخصم؟ ده خصم كمية، بمعنى غير مرتبط بشرط السداد. سيستفيد منه الشركة سواء سددت أو لم تسدد الميعاد أو لم تسدد، سواء سددت الميعاد أو لم تسدد، هي غير متوقفة على شرط السداد. لذلك تظهر الفاتورة ويتم تسجيلها دائما بالصافي، والعشر تلاف جنيه
2% أن يوجد خصم 200 جنيه. 10,000 ناقص 200 جنيه يصبح المورد له 9,800 جنيه. تم 9,800 من مشتريات البضاعة إلى الموردين شركة الإمام، شراء بضاعة بخصم 2%. ملحوظة هامة، الخصم التجاري لا يظهر بالتفاوت لأنه خصم كمية لا يرتبط بشرط السداد، لذلك يظهر الثمن دائما أبدا الصافي بعد الخصم. الحالة 2، في 10/7 ردت المنشأة بضاعة قيمتها 1500 جنيه إلى منشأة الإمام، ودفع الطاق المستحق عليها بشيء. سبب، تم الذكر أن منشأة الإيمان أو شركة الإيمان لها مستحقات 9,800 بعد الخصم 2%. في هذه العملية يذكر أن الشركة الحافظ ردت بضاعة 1500 جنيه، وبالتالي المستحق للإيمان هو مبلغ 9,800 ناقص 1,500 8,300، ده باقي المستحق بعد خصم المردودة. تم سداد بشيء وهكذا. ولأسباب قيد المعالجة المحاسبية يتم إقفال حساب شركة الإيمان. كان إلى الموردين في القيد الأول ب 9,800، يبقى من الموردين 9,800 إلى إيه؟ يتم فتح حساب جديد يطلق عليه مردودات المشتريات 1500 جنيه. 9,800 ناقص 1500 يتبقى مستحق المورد 8,300 إلى قلب الشيك، يبقى إلى البنك. تسوية حساب شركة الإمام، أي تم سداد حساب شركة الإمام. وهنا يجب أن نلاحظ قاعدة نظرية في غاية الأهمية، إن مردودات المشتريات هي تخفيض لعملية الشراء، تعامل معاملة الإيرادات محاسبية ولكنها ليس بإيراد، ولكنها تخفيض لحساب المشتريات. وهذه ملحوظة في غاية الأهمية، أن حساب مردودات المشتريات هو رد مردودات لعملية الشراء، وتعامل محاسبيا معاملة الإيرادات ولكنها ليست إيرادات، ولكنها تخفيض لحساب المشتريات. ولذلك ظهرت في الجانب الثاني الى مردودات المشتريات حساب جديد. الحالة الثالثة، في 15/7 تم شراء بضاعة من منشأة السلام بمبلغ 5,000 جنيه على الحساب بعد خصم تجاري 2% وخصم نقدي 5%، إذا تم السداد خلال 10 أيام. هنا ما يهمنا في الحالة الثالثة هو الخصم التجاري فقط، أما الخصم النقدي هو مرتبط بشرط أن تتم سدادها خلال 10 أيام، وهذا له مجال آخر. فبالنسبة للخصم التجاري 2% من 5,100 جنيه، يتم خصمها من 5,000 الصافي 4,900، يبقى 4,900 من حساب المشتريات إلى حساب الموردين، شراء بضاعة بخصم تجاري 2% وخصم نقدي 5% إذا تم سداد خلال 10 أيام. هناك ملحوظة في غاية الأهمية، ما هو الخصم النقدي؟ خصم النقدي مرتبط بشرط السداد، يظهر عند قيد السداد تحت اسم خصم مكتسب في حالة الشراء وخصم مسموح به في حالة البيع، ومجالنا هنا مجال الشراء، وبالتالي يطلق على الخصم هنا حساب الخصم المكتسب عند السداد. في 20/7 دفعت المنشأة المستحق لمنشأة السلام السابق صغرها في الحالة الثالثة بشيك على البنك، تمام. شات السلام كان ليها 4,900 جنيه تم سداد من الموردين، تم سدادها يوم 20/7، اي
قبل العشر أيام. إذن تم الاستفادة من الخصم. فأربعة تسعمية في خمسة في المية 245 جنيه ده قيمة الخصم. يبقى إذا الشيك طالع ب 4655، يبقى إلى البنك ب 4655، إلى الخصم المكتسب 245، سداد المستحق لشركة السلام مع الاستفادة بخصم نقدي 5%. وكما تم ذكره سابقا، خصم النقد يظهر عند السداد تحت اسم خصم مكتسب عند الشراء وخصم مسبوح به عند البيع. أخيرا يبقى القيد عند سداد الموردين، يبقى من الموردين ب 4900، استفادة بالخصم إلى الخصم المكتسب 245، تم سداد بشيك إلى البنك 4655. الحالة السادسة في 25/7 تم شراء بضاعة من منشأة الحياة بمبلغ 10,000 جنيه نظيرة خصم تجاري 5% وخصم نقدي 2% إذا تم سداد خلال أسبوع، وقد دفعت المنشأة ثمن البضاعة نقد. هنا عزيزي الطالب نلاحظ أن بالنسبة لهذه العملية هي عملية شراء بمبلغ 10,000 جنيه خصم تجاري 5 وخصم نقدي 2 إذا تم سداد خلال أسبوع، ولكن الشركة دفعت ثمن البضاعة الآن نقدا، إذا استفادت من النوعين من الخصم، الخصم التجاري والخصم النقدي للسداد الآني الآن. إذا قيمة الشراء 10,000 يخصم منها 5% يعني 500 جنيه خصم تجاري، يبقى من المشتريات لأنها بصافي الشراء 9,500، إلى استفادت من الخصم 9,500 خصم النقدي 9,500 في 2% 190، يبقى إلى الخصم المكتسب. فرق بين 190 و 9,500 تم دفعهم نقدا إلى النقدية 9,310. شراء بضاعة بخصم تجاري 5% وخصم نقدي 2% صافي 7 أيام. نلاحظ هنا الاستفادة من نوعي الخصم تمام، ولكن الفاتورة طلعة بالصافي بعد خصم التجاري 9,500 من المشتريات إلى الخصم المكتسب ده النقدي 190 إلى النقدية المقدم 9,310. العملية السابعة في 28/7 تمت المصروفات التالية: 2000 جنيه إيجار تم سداد نقدا، 10,000 جنيه مرتبات تم سداد نقدا، 500 جنيه أدوات كتابية من شركة الفنار بالأجل، 2500 جنيه مصروفات دعاية وإعلام تم سداد بكمبيالة تستحق السداد بعد شهرين لشركة الأحمدي. هنا يا عزيزي الطالب نجد نوع من المصروفات في قيد مركب يتضمن أربع أحداث: 2000 إيجار، 10,000 مرتبات، 500 أدوات، 2500 مصروفات. حتى آلية السداد اختلفت، فال 2000 وال 10,000 الإيجار والمرتبات تم سدادهم نقدا، وال 500 بالأجل، وال 2500 طالع بيهم كمبيالة بمعنى ورق الدفع. فالمصروفات إيجار، مرتبات، أدوات، مصروفات. أما آلية السداد نقدا آجل شركة الفنار دائنين، ورق الدفع 2500. إذا القيد المركب بدل ما نذكر من إلى فمن مذكورين بجميع أنواع المصروفات حساب الإيجار، كأن من مذكورين كانك عامل مشترك لكلمة من مذكورين حساب الإيجار 2000، حساب المرتبات 10,000، حساب الأدوات 500، حساب المصروفات 2500. إلى بدل ما نقول إلى يبقى إلى مذكورين كعامل مشترك في حساب النقدية 12,000 اللي هم ال 2000 وال 10,000، 2000 الإيجار وال 10,000 المرتبات اللي تم دفعها نقدا. حساب الدائنين شركة الفنار تبع اللي اشترينا منها الأدوات الكتابية ال 500، حساب أوراق الدفع شركة الأحمدي الخاصة بمصروف الدعاية والإعلام. ومن حقك عزيزي الطالب بدل ذلك أتوم من حساب الإيجار، من حساب المرتبات، حساب الأدوات، حساب المصروفات، إلى النقدية، إلى الدائنين، إلى أوراق الدفع، قيد كله إثبات المصروفات. العملية الأخيرة في 30/7
تم سداد المستحق لشركة الفنار والأحمدي بشيك بعد خصم نقدي، بعد الحصول على خصم نقدي 10% للسداد قبل ميعاد الاستحقاق. هذه عملية تذكيرية لما سبق شرحه، حيث تم سداد المستحق للفنار والأحمدي بشيك. رئيس طالب أن الفنار كان ليه 500 جنيه والأحمدي ليه 2500 جنيه ورق الدفع، فهم في الجانب الداين في كتل الاستحقاق يتم سدادهم، يقفل يبقى مدين. فمن مذكورين حساب الدائنين 500، 2500 حساب أوراق الدفع شركة الأحمدي. وبدأنا أن نذكر إيلة وإيلة، فإيلة مذكورين حساب الخصم المكتسب، وهو يمثل هنا 10% من ال 500 وال 2500، يعني 3000 في 10% 300. إذن الشيك طالع ب 2700 جنيه حساب البنك، تسوية حساب شركة الفنار وشركة الأحمدي بشيك بعد خصم 10%. عزيزي الطالب، هذا القيد لابد أن نتذكر جيدا أن كلمة إلى البنك معناه كذا شيك طالع ب 2700، ما يخص شركة الفنار وما يخص شركة الأحمدي، كل منهما له شيك متعلق به. شكرا عزيزي الطالب.